يلا معلش خفاني انت ازاي انت خلصت معايا ايه ليه رجاء يعني نفسي يعني هتظبطوا لنا الدنيا لو هي هي نفس المرضى كده كل مره هتظبطوا لنا في يعني انا الان عشان الكيمياء هي اللي فيها رسومات ضخمه ومحتاجه ارسم خطوط تابلو للقصاد الدول وارسم كتير وارسم شوط فيعني نفسي يعني يا ريت يا ريت نرحل روحنا طبعا الجماعه بتوع جمعه وسبت اوعى تغير انت جمعه وسبت كده مطلوبين يا دوب اوعى تغير جمعه وسبت نستنى شويه ترحلونا يا بابا انت بقى خلاص طبعا النهارده الحصه تعجبكم خبر الصعيد اللي فيها ما فيهاش رسومات كبير يعني معظمها شرح يعني لكن تكون رسمة واحدة حطها هنا خلاص في الموضوع مش هتعمل ده الخبر الصعيد بس رسومات عشان الناس اللي ورا ان شاء الله الحصة تعجبكم يلا انتوا كده قبل ما نبدا الحصة تعجبكم لو عايزين تسجيل ومنتبهين ان شاء الله ايه دول معلش متأخرين شوية خلاص خلاص ايه ده بقى كده ساعة ونص هدوء عندي حكاية كتيرة كتير عايز احكيها قبل ما نبدأ صفحة 55 في التجربة احب افكرك كده بسرعة ما جاء في الحصة السابقة وله علاقة بنفس الموضوع اهدى شوية اهدى خلاص بدأت بتاعت الصوت خالص خالص الحصة اللي فاتت احنا كنا بدأنا حديث عن اللابرنت وكنا قلنا اللابرنت يلا رجع لك كده بسرعة 3-4 دقايق اللي قلت الحصة اللي فاتت اللابرنت هي الانر اير كلمة لابرنت اللي هي الانر اير وكنا قسمنا اللابرنت الحصه اللي فاتت لجزء اوديتوري وجزء نون اوديتوري الجزء السمعي اوديتوري ده بتاع الهيرنج وده كان الكوكليه القوقعه دي اللي كانت تبع حوالين الروح على 2.5 في الترم الاول دي مش تبعنا هنا دي اتشرحت خلاص الترم الاول الجزء الثاني من اللابرنت نون اوديتوري لا سمعي اتفقنا الحصه اللي فاتت ان وظيفته هي الكوليبري المحافظة على الاتزان الكوليبري الحصة اللي فاتت رجعنا قسمنا الجزء النون اوديتوري لابرنت لجزئين سيمي سيركلر كانالز وعددهم كام واحدة في كل وجه؟ ثلاثة ووريت لكم ازاي كل واحدة عمودية على الاثنين التانيين كان في واحدة هوريزونتال واثنين فيرتيكال عملت لكم شريط الكاس ده الجزء الثاني النون اوديتوري اللي هو الاس الاكتتاب اكثر عندنا اللي هو الفيستيبيول مع انه بعد كده بيستخدم مصطلح فيستيبيولار اباريتاس كتير فيستيبيول علمتكم يعني بوق اللي هو بيشتغل حتتين يوتفيل وسافيول صح؟ بدانا الحصه اللي فاتت الكلام على اول حته اللي هي السيمي سيركلر كانال واحنا عندنا السيمي سيركلر وعندنا يوتفيل وسافيول السيمي سيركلر كانال قلت لكم الحصه اللي فاتت كان اسم الريسبتور فيها كان ايه؟ كريستا امبولاريس افكركم عشان الكلام ده مهم قوي حصه النهارده الكريستا امبولاريس كانت عباره عن مجموعه هير سيل شعر كلهم متحوطين بجيلاتينس ماتيريال اسمها ايه الماده الجيلاتينيه اللي حوطاها؟ كوبيولا النهارده اثناء الشرح هتلاقيني عمال اكرر كلمه كوبيولا 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 لو ساعدتك ناسي هي يعني ايه هتتعب معايا الكوبيولا دي عباره عن الماده الجيلاتينيه اللي محوطه كل الهير سيلز اللي عليها عشان في الاخر كل الهير سيلز يتحركوا مع بعض يا يمين يا شمال الماده الجيلاتينيه دي اللي محوطاهم كلهم اسمها كوبيولا طيب اخر حاجه قفلنا بيها الحصه اللي فاتت كنا قلنا الهير سيل الواحده كان عليها شويه سيليا كتيره كده كان عددهم من كام لكام؟ 30 150 حتى كان في منهم من السيليا دول على جنب واحده تخينه زي صباع التخين ده بس طويله كان اسمها ايه التخينه الطويله؟ ساينوسيليا الباقيين الرفيعين كان اسمهم السيليوسيليا
الحصه اللي فاتت قلت لكم سؤال الاس تي النهارده هشرح بالتفصيل. لو حصل ان الاستيريوسيليا ماله ناحيه الكايروسيليا، لو الاستيريوسيليا ماله ناحيه الكايروسيليا ده وضع ايه في الريسبتور؟ ستيميليشن يعني دي بولاريزيشن. وهعلمكم النهارده ازاي يعني. لو حصل لو الاستيريوسيليا بعدوا عن الكايروسيليا بعدوا قوي ده وضع ايه في الريسبتور؟ انهبيشن يعني اللي هو بيساوي هايبر بولاريزيشن. اخر حاجه قلناها قبل ما نمشي الحصه اللي فاتت قلت لكم ان في كلاستر 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 بتاعت الانجلر انجلر انجلر اكسلريشن الاحساس بالدوران. عملت لكم مراجعه سريعه لكل اللي قلناه قبل كده عن في كلاستر. نتوكل على الله ونبتدي الحصه النهارده. وسؤال نظري مهم، ازاي السيميتريكال بنشتغل مع الدوران؟ عندك العنوان انجلر اكسلريشن الدوران. السؤال ده على فكره جه مره واحده 2001، يا سؤال 2001 اكتبوا عليه نظري مهم ازاي يعني، مش هو ليه اهم من سؤال ده جه مره واحده سؤال. في رقم مش موجود في الكتاب بس لحسن واحد مفتاح الاكسترنال ولا حاجه يسالك فيه. الثريشولد اللي بيشغل السيميتريكال كانت 1 ديجري بير سكند، بمعنى اقل معدل دوراني، ما هي بتشتغل مع الدوران، اقل معدل دوراني يشغل السيميتريكال 1 ديجري بير سكند. بصي اللفه دي 360 درجه، اللفه الكامله 360 ديجري، اقل ديجري تشغل السيميتريكال لو 1 ديجري بير سكند طبعا مفهومه، لو 2 ديجري 3 ديجري 4 ديجري تشتغل اكتر. احنا هنا بنقول الثريشولد اقل معدل دوران يشغل السيميتريكال 1 ديجري بير سكند، يعني لو بتدور بمعدل اقل من كده يبقى السيميتريكال مش هيشتغل معاك. طيب الرقم ده مش الكتاب مش الام سي كيو يعني. طيب انا هشرح لكم يا اولاد ازاي بنشتغل السيميتريكال كانت دي مسرحيه من اربع حلقات. لو بصيت في الورقه قصادك هتلاقي الورقه متقسمه لاربع عناوين، في اربع نقط سودة على ايدك الشمال في ورقه. السؤال لما يجي لك اشرح ازاي بتشتغل السيمي سيركلر مع الدوران، ده عباره عن مسرحيه من اربع حلقات. الورقه عندك متقسمه لاربع نقاط. شوف يا اولاد كل الكتب في العالم وكتابنا طبعا واخد نفس الستايل بتاعهم لما بيجوا يشرحوا ازاي بتشتغل السيميتريكال كانت بيشرحوا نفس الاكزامبل، ان واحد بيدور يمين يعني كان واقف في مكانه زي حالتي كده وبدا يدور يمين بالعرض هوريزونتال. مفيش كتاب شرح حاجه مختلفه عن كده، كلهم يشرحوا كده وكتابنا عمل كده واحنا هنشرح كده وهنحل الامتحان كده. ان واحد كان واقف زي حالتي بدا يدور جهه اليمين. هلف قصادك واوريك بقى بالظبط. قبل ما اشرح لك الاربع حلقات بتوع المسرحيه، لما واحد هيلف هوريزونتال يبقى اللي هيشتغل في ودانه الهوريزونتال كانال. مش احنا اتفقنا في الاستمتاع في كل وجه اثنين فيرتيكال وواحده هوريزونتال، اللي يلف بالعرض يبقى اللي هيشتغل في ودانه الهوريزونتال. عايز اقول لكم معلومه بقى بمليون جنيه عن الهوريزونتال كانال عشان تفهم. بص كده في حاله الهوريزونتال كانال، هي الكانات المناسبه اللي بتفتح في اليوتيوب كده مش في اليوتيوب، في حاله الهوريزونتال كانال الكايروسيليا ناحيه جوه ناحيه اليوتيوب والستيريوسيليا ناحيه بره، يعني ودن اليمين وضعها كده الستيريوسيليا والكايروسيليا، ودن اليمين ودن اليمين اهي الكايوسيليم ناحيه جوه، جوه ده اللي هو اليوتيكال، والستيريوسيليا ناحيه بره عشان دي توقع لي الموضوع، ودني الثانيه الشمال الكايوسيليم ناحيه جوه والستيريوسيليا ناحيه بره. يبقى ده الوضع جواك في حاله الهوريزونتال كانال، الكايوسيليم التخينه الطويله ناحيه جوه زي وضع ايديا كده بالظبط. مش عايز الخبط مش في كتابنا
فحاله الفيرتيكال كان الموضوع بالعكس، كانوا في ناحيه بره. انتهى دلوقتي انا يهمني الهوريزونتال. كمان مره عشان الشرح يبوظ، ادي ودني اليمين اهي، الكاينوسيليا من ناحيه جوه، جوه ده اللي هو اليوتيك، والستيريوسيليا ناحيه بره، ودني الثانيه اهي الستيريوسيليا ناحيه بره، الكاينو ناحيه جوه. ده وضع الستيريا في وداني الاثنين دلوقتي وانا قصادك. خلاص اتفقنا؟ طيب نبدا بالفصل الاول من المسرحيه قبل الدوران. مكتوب عندك اول عنوان للبلوز بيفور، قبل الدوران. يا ريت تكتب بيها قبل بس. بيفور خليها شويه عشان جوه العربي فكرت شويه. قبل الدوران ايه اللي يحصل؟ بص يا ولاد، انا واقف قصادك اهو قبل الدوران، ما انا هعمل المسرحيه بالكامل عليا انا. هلف يمين قبل الدوران، بص لي، ادي وضع السلة في ودنك اليمين، وادي وضعها في ودنك الشمال. الكوبيولا على الناحيتين في الميد بوزيشن، يعني لا السلية للسلية ومالها ناحية الكاينو ولا بعيد عنها. الكوبيولا في الميد بوزيشن على الناحيتين، عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الكهرباء اللي طالعة من ودنك اليمين رايحة لمخك قد الكهرباء اللي طالعة من ودنك الشمال، فسعادتك مش حاسس انك بتدور. بص في الدياجرام هتلاقي الكوبيولا، انا بشرح في اول فصل فوق، اللي هي مرسومه زي الشعله كده في الدياجرام، في الودن اليمين والودن الشمال هما الاثنين في الميد بوزيشن، ما هماش مايلين لا كده ولا كده. يبقى الكهرباء اللي طالعه من الودن الشمال والودن اليمين قد بعض. سعادتك دلوقتي ما عندكش اي احساس بالدوران. في رقم مهم ده اول مره بنحكيه، الار ام بي. الار ام بي ريستنج برين بوتنشال في الريسبتور هنا ماينس 60 ملي فولت. ده اول مره نقول الارقام دي على فكره، عمرنا ما شرحنا الارقام، اول مره نقولها. يبقى خلي بالك اي واحد بيحب يحط حاجات جديده، يحب يجيبها يشوف الطلبه قاري كتاب جديد ولا لا، فخلي بالك من سنه 60. المهم تعال نخش بقى على الفصل الثاني. مع بداية الدوران جهة اليمين ايه اللي يحصل؟ شوف يا ولاد، كتاب الكلية راح قايل لك ان الشخص مع بداية الدوران يمين السائل اللي جوه الودن، السائل اللي هو اسمه ايه؟ اندوليت، يروح بيتحرك شمال بالانرشيا. ثانية واحدة بقى، اولا الانرشيا دي اللي هي كان معناها ايه بالعربي؟ قصور ذاتي. يعني ايه واحد يلف يمين السائل جوه ودنه اللي يتحرك شمال؟ تعالى اديك اكزامبل من الحياه للانرشيا. تخيل سعادتك قاعد في اوتوبيس، فجاه السواق راح دايس على البنزين وطالع، الاوتوبيس فجاه اتحرك، هتتحرك انت ازاي؟ لورا. يبقى الاوتوبيس طلع لقدام، انت اتحدفت لورا. ليه اتحدفت لورا؟ ما هي دي انرشيا، قصور ذاتي. طيب طالب يقول لي يا عم لا انا فاهم حركه الاتوبيس، بس يعني ايه الود؟ انا لسه يمين السائل جوه ودني يتنطر شمال على الناحيتين في الودنين. انا في هذا معلش استاذنك، دي ورقتين. اي ورقه؟ تخيل ان دي كده، الدايره دي كده، ده السيميسيركا كانال. خلاص دي كده الكتاب ده اللي انا لفه سيمي سيركلر كانال. تخيل ده القلم ده يمثل الاندو ليمف. خلي بالك احطه جوه اهو، مش هتلاقيه بعد شويه. خلي بالك بص كويس، شايف كله باطن؟ ادي السيمي سيركلر اهي اهو، اللي دخلته ده الاندو ليمف جواه اهو. يبقى دلوقتي اهو مفيش اي حاجه اهو، بص اهو ركز بس في اللي اقوله. تخيل دلوقتي ادي السيمي سيركلر والقلم اللي جواها يمثل الاندوليم. انا عايزكم كده بعينيكم تشوفوا، انا لما ابتدي ادور يمين اتفرج على القلم هيتحرك ازاي، اللي هو يمثل الاندوليم في قصتي. انا هبتدي ادور يمين، السائل اللي جوه ودني يمثله القلم الاندوليم، اتحرك ازاي؟ بالسامع شمال صح؟ تعالى اقول لك بقى
حركة الاندولينف شمال عملت ايه في وداني؟ بص على ده كويس. انت قبل الدوران كنت كده ودانك اهم الاثنين. سعادتك لما تديني الدور يمين مع بداية الدوران الاندولينف في الودنين يتحدف شمال شمال، انت بتدور يمين والاندولينف اتحدف شمال. تعال اتفرج النتيجة ايه دلوقتي. ادي ودنين اهم، السائل لما اتحدف شمال راح زايد قفلة شمال على ناحيتين في الودن اليمين. ما هي الودن اليمين؟ الستيريوسيليا مالت ناحية الستيريوسيليا. طابع ايه ده؟ ليش؟ يبقى ودن اليمين اشتغل. في الودن الناحية الثانية الشمال الستيريوسيليا بعدت عن الستيريوسيليا الشمال. طابع ايه؟ يبقى سعادتك بدأت الدور يمين واللي اشتغل عندك ودنك اليمين. يبقى مع بداية الدوران يمين جالك احساس ان انت فعلا بتدور يمين. ادي ازاي اشتغل. الفكرة كلها في الانيرشيا، ان سعادتك عند الدوران جهة اليمين مع البداية انت بتلف اليمين، السوائل جوه ودانك اتحدثت بالعكس. العكس دي عملت لك انتجريشن في الودن اليمين وانيميشن في الشمال. كتاب الكلية حتى شوية تفصيلة قال لك ازاي لما الستيريوسيليا يمين راح تستنوا يحصل الستيريوشن. مكتوب عندك على ايدك اليمين كده تحت الرسم وخط رفيع، بيقول لك دخل جوه الريسبتور ايونات بوتاسيوم وكالسيوم، عملت لك الديبولاريزيشن. كانت النتيجه كهرباء كتير وصلت للمخ 200 مره في الثانيه. لعبت قوي امبارح قوي ان الطلبه افتكرت ان المعلومه دي جديده. جديده ازاي؟ بوتاسيوم كالسيوم. يا اولاد يا اولاد والله هي خدناها في الهيرنج في الجزء الاوديتوري. ازاي بيشتغل الاورجن والكورس؟ فاكرين لما قلنا الهير سيل الانر هير سيل بالاماره بتاع الاورجن والكورس اللي كان براها اندوليم مليان بوتاسيوم كانت بتشتغل ازاي؟ كان بيخش جواها بوتاسيوم يعمل لها ديبولاريزيشن. وقنوات الكالسيوم علمتكم كانت طول عمرها تحب تفتح بديبولاريزيشن، كان بيروح داخل كمان جواها كالسيوم. وما دام كالسيوم كان بيخش كان بيخرج كيميكال ترانسميتر من الانر هير سيل يشغل النيرف بتاع السمع. يبقى انا لو مكاني احط فوق البوتاسيوم ديبولاريزيشن وفوق الكالسيوم كيميكال ترانسميتر ريليز. وهي هي والله هي هي. اقول لك حاجه، انا انصحك قبل ما تعمل الحته دي بالمره بص كده الاوردر كورس ازاي كان بيشتغل، اللي هي حته لما البذره تتحرك لفوق السيليا تبتدي تبرد، وكان نفس حركه الايونات بوتاسيوم الديبولاريزيشن كالسيوم لخروج الكيميكال ترانسميتر. طيب يبقى عرفنا بدايه الدوران جهه اليمين. ها اسمع منكم الريسبتور اشتغل ثاني ودي اليمين ولا الشمال؟ فجالك احساس انك بتقول يمين، ده كلام منطقي. طيب تعالى بقى للفصل الثالث في المسرحيه. يقول لك لو الشخص بيدور فيها او فيها لو الشخص بيدور بسرعه منتظمه. الكتاب يقول لك الانيرشيا، يلا الفصل الثالث، لو الواحد وهو بيدور ابتدى يدور بسرعه منتظمه كونستنت سبيد اوف روتيشن، يقول لك الانيرشيا اوفر كام كتاب الكليه، وترجع الكوبيلا للميد بوزيشن على ناحيتين ومش شخص ما يحسش انه بيدور. الطالب يقول لي ايه؟ يعني ايه انيرشيا اوفر كام؟ يا ولاد نرجع لمثال الاوتوبيس. سعادتك الاوتوبيس فجاه قام، انا قلت لك بالانيرشيا تحدد ازاي؟ لورا. مش هتقعد بقى طول الرحله ساعه ونص محدود لي على وقت الانيرشيا معايا ايه؟ انت مجرد ما الاتوبيس هياخد سرعته هتعادل روحك وقاعد، يعني الانيرشيا ان اوفر كام. الشخص لما يبتدي يدور بسرعه ثابته
يديني بعد شويه الانيرشن اوفر كاونت ترجع الكوبي لابيدو 2 في الميد بوزيشن. قوم ساعتها يبقى الكهرباء اللي مبعوثه من ودنك اليمين والشمال المخ قد بعض، فمش حاسس ان انا بدور. مش مثبت. يعني انا لو بدور بسرعه ثابته اديني سفره مش شغاله. هنروح لقيت ايه؟ انا مره قلتها لكم، احنا راكبين اكبر ارجوحه في التاريخ وهي الكره الارضيه، ما هي عماله تدور طول الوقت. عارف ليه مش حاسين بدورانها؟ لان سرعه دورانها ثابته. لا قدر الله لو سرعه دوران الارض اختلت هنحس ساعتها انها بتدور، تبقى كده. يبقى اثناء الدوران بسرعه ثابته انت مش حاسس انك بتدور. طيب تعالى بقى الفصل الاخير في المسرحيه، ساعة ما تتوقف عن الدوران عند الاند بقى. يبقى الاب مع البدايه اللي كتبت قبل الفصل الثاني البدايه، الثالث كان اثناء، عند النهايه بقى في بدايه وفي نهايه. تعالى للنهايه. في حاجه يا اولاد نوع كده من القصور الذاتي بيسموه المومنتم. ايه المومنتم ده؟ انت عارف مثال الاتوبيس؟ تخيل لو سعادتك قاعد في الاتوبيس، الاتوبيس ماشي 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 وانت قاعد في مكانك، فجأة السواق غير راح دايس على الفرامل مرة واحدة. الاتوبيس كان ماشي لقدام وسعادتك قاعد، الاتوبيس وقف مرة واحدة. هتتنطر انت ازاي؟ لقدام، تلاقيك قعدت على الحجر اللي قدامك على طول. دي اسمها مومنتم، ده نوع من القصور الذاتي. المهم يا عيال تروح خالص الكرسي براحتك، اي حاجه في المترو في بعض قصاد بعض كده. تعال القصه دي علاقتها بالوزن. عندنا اولاد في عمل السيمستر كمان سعادتك، طول ما انت بتدور بسرعه ثابته مفيش مشكله. تخيل انا عمال ادور يمين 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 يمين، فجاه وقفت. السائل اللي جوه ودنك اللي هو اسمه اندولين بالمومنتم يكمل يمين. طب مش مثبت، دينا تاني سيمستر كمان. ادي السيمستر كمان مره ثانيه عشان تصدق حكايه المومنتم. لا ده مش الاندولين، الاندولين كمان ده الثاني. بص اهي بص كده، ادي السيمستر كمان، ادي الاندولينف ممثله الالم جواها. تخيل انا هبتدي ادور يمين شويه فجاه هقف. انت عليك تتابع حركه الالم، يا ترى هي اتحركت يمين ولا شمال؟ اديني بلف يمين، ادي لف الثانيه، فجاه وقفت. الاندولينف كمل ازاي؟ مش سامع. يمين في نفس جهه الدوران. استناني بقى، بص على حركه ايديا تاني. يبقى سعادتك ده الوضع وانت عمال تدور الكوبيولا في الميد بوزيشن، بتدور بسرعه ثابته، فجاه وانت بتدور يمين وقفت. ازاي جوه الودنين يتحدث معاك يمين يمين؟ بص كده لما اتحدث يمين الودن دلوقتي يمين، الستيريوسيليا بعدت عن الكاينوسيليا، الوضع ايه ده؟ انهبيشن. الودن الشمال اهي لما اتحدفنا يمين، الستيريوسيليا مالت ناحيه الكاينوسيليا، الوضع ايه ده؟ سيميليشن. ايه ده؟ يعني في نهايه الدوران جهه اليمين وانا بخطف ودني الشمال هتشتغل؟ ايوه. وسعادتك يجي لك احساس لحظي كاذب بالدوران جهه اليسار. كونسيليشن اوف روتيشن يسموه بير سايكو. ومن منا لم يعايض ظاهرة البرسايكل؟ ازاي؟ كنا زمان واحنا طلبة الواحد يزور جماعة أصحابه عندهم أطفال في البيت، الأطفال دول فضايح. بمجرد ما تخش عندهم في البيت، احنا زمان بنروح نذاكر معاهم، تلاقي الطفل بيزور راح قايل لك طالع لك من دول، ها جبت لي ايه معاك؟ معاك يخرب بيتك، ده احنا ايه ماشي يا سيد؟ تهزر. تقول له بص عشان انا نسيه، اقول له تعالى دوخك شويه، يمكن ينسى، بقعد الففه شويه. في اخر الدوران بيجي لي احساس لحظي كاذب ان انا بلف في الجهه المعاكسه. اقول لك حاجه، تجربه عمليه النهارده.
فراح يخش يقطه اقفل على نفسك بالمفتاح، لا يقول الواد اتجنن يفتح عليه. طيب قفلت الباب من جوه، لف كده تلات اربع لفات يمين، في اخرهم هيجي لك احساس لحظي كاذب انك لفيت شمال. حاجه ده لحظه دي يسموها فولت ريزنتيشن اوف روتيشن، او يسموها فيرسايكل، احساس كاذب بالدوران. ايه بالصفحه بقى؟ تعالى للسؤال الحاسس بقى، نمبر 1 والسؤال شغل.